فاز تطبيق ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين للموظف الحكومي بجائزة مسابقة درع الحكومة الذكية عن فئة التطبيقات الذكية الأفضل عربيا لقطاع السلطات والهيئات المجتمعية. وتسلم رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد الجائزة خلال الحفل الذي أقيم بالعاصمة الكويت. فاز تطبيق ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين للموظف الحكومي بجائزة مسابقة درع الحكومة الذكية عن فئة التطبيقات الذكية الأفضل عربيا. وقد أهدى رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد الفوز بالجائزة إلى القيادة الرشيدة، حيث يعد هذا الفوز أحد الإنجازات في مواكبة الرؤية الشاملة لمملكة البحرين في مجال الحكومة الإلكترونية والتطبيقات الذكية وتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيا، لا سيما الموظفين في قطاع الخدمة المدنية، والذي تم بالتنسيق والتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. شرفنا اليوم بحصول الجائزة الذكية للحكومة، وهو عبارة عن تطبيق الموظف الحكومي، وهذه الجائزة يعني بإذن الله أول شيء نهديه إلى جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد على هذا الإنجاز. من بإذن الله أن يكون هذا التطبيق يعني نقلة نوعية في تقديم خدمات للموظف الحكومي في البحرين، وبإذن الله يكون لنا المزيد. وهذا دائما القيادة حفظها الله يعني دائما تكلفنا وتوجهنا على تقديم أحسن الخدمات للمواطنين والمقيمين، وهذه إن شاء الله تكون بإذن الله نوع من هذه الخدمات. وأكد الزايد أن حصول تطبيق ديوان الخدمة المدنية للموظف الحكومي على جائزة درع الحكومة الذكية في المنطقة العربية يؤكد حجم الإنجازات الكبيرة التي حققتها مملكة البحرين في مجالات الحكومة الإلكترونية. وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية إن البحرين تعزز استخدامات التكنولوجيات الحديثة وفق أفضل المعايير العالمية للارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها الديوان لموظف الخدمة المدنية في المملكة من خلال التطبيق الذي يتيح للموظف الحكومي الوصول للجميع بياناته وخدماته من خلال جهازه الذكي بكل يسر وسهولة. وقد تم مراعاة استخدام أحدث التقنيات الحديثة وأفضل الممارسات التكنولوجية لتنفيذ وتطوير التطبيق. التطبيق للموظف الحكومي هو عبارة عن سهولة ومرونة سرعة حصول على المعلومات من الخدمة المدنية، وهذا الحمد لله استفاد منه الآن حوالي أكثر من 57 ألف يعني موظف في الدولة، وخاصة بالنسبة حق في خدمات عامة وخدمات خاصة. الخدمات الخاصة الموظف أنه يحصل على البيانات الوظيفية ويحصل على الراتب الشهري، استمارة الراتب الشهري وعلى رصيد الإجازات، وطلب كذلك إصدار الراتب شهادة الراتب، وعلامات عامة مثل يعني ما يقولون قانون الخدمة المدنية ولائحة الخدمة المدنية ورصيد الإجازات، وهذه معلومات كثيرة الحمد لله الآن الموظف الحكومي يتحصل عليها فقط في هاتفه النقال. وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أن هذه الجائزة الممنوحة من أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية المسؤولة عن مسابقة درع الحكومة الذكية بدورتها السابعة تهدف لتشجيع الإبداع في تصميم المواقع والصفحات الإلكترونية والتطبيقات الذكية للحكومة العربية. وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية بأن الموظفين الذين ليسوا تحت مظلة الخدمة المدنية يمكنهم الاطلاع دون تسجيل في التطبيق على تعريف لديوان الخدمة المدنية وأخذ نبذة عنه وأهدافه الاستراتيجية وعلى دليل الموارد البشرية وجداول الرواتب ومعدلات العلاوات المرتبطة بالدرجة.